كي درت له الضوء بدا يتحرك. تشوف فيه شو هنا؟ نهضروا على كهف الملح، نهضروا على مكان سياحي مميز بالمنطقة. كهف الملح فيه جانب سياحي كبير وكثير ومتعدد. كي نهضروا على كهف الملح نهضروا على السياحة الاستكشافية، نهضروا على السياحة العلمية، نهضروا على السياحة الاستشفائية وهي الأهم في كل هذا. كهف الملح فيه عين، اللي العين هذه حتى هي الناس اللي عندهم الحبوب في الحبوب الجلدية، هذا هو المكان المميز. لما تدخل المغارات الملحية أول حاجة اللي تصادفك البياض الناصع، البياض الناصع. ثم بعد ذلك الهواء النقي، يعني كي تقول هواء نقي هواء نقي. زيد حاجة أخرى الجمالية، تلقى المغارة فيها ساقية، الساقية هذه فيها كل الألوان الحجارة، واللي يعطيها ميزة هي البياض الناصع جدا 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 وكأنه ثلج أو أبيض من الثلج. وتشوف النوازل، ما تمشيش كما ينبغي، ولكن تمشي منحرف هكذا. أنا متواجدين حاليا في هذا الجبل الملح المعروف في وسائل الإعلام على مستوى منطقة سيدي طيفور، المعروف بأنه مكان سياحي بامتياز. السياحة المناظر الطبيعية بالإضافة إلى الأمور الصحية اللي يعالجها هذا المياه المالحة تاع والهواء النقي المتواجدة، بالإضافة أنها عندها طابع اقتصادي. معروف في المنطقة أنهم كانوا يجمعوا الملح الطعام من تقليديا، وحاليا راهم موجودين مستثمرين على مستوى ولاية البيض باش يستفادوا من هذه المشاريع على مستوى جبل الملح، بالإضافة إلى توافد عدد كبير من السياح خاصة من ولايتي الأغواط وولاية البيض، وكما رانا وجدناهم لتحت هنا في المخرج تاع المغارة، يجوا يتصوروا هنايا، يجوا يتفرجوا شوية، يجوا يستعملوا هذا المياه المالحة في الأمراض الجلدية. منطقة كهف الملح كما تعرفوا منطقة نجوها كل أسبوع هنا أنا والعائلة، أنا وال لا فامي اخوالي اصحابي، بلاصه لاباس بها، حاجه مليحه. كاين هنا الماء مليح، الملح قالوا مليح للامراض تاع الجلد تاع بلاصه لاباس بها.